يستاهلوا خشمك يا عمي. انت قلت اللي بتشتغل ايه؟ انا فضلة خيرك شغال صيد بتاع موالد لمؤاخذة. بس انت يعني متأكد انك متعرفش بنتي؟ ايه لا 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 معرفهاش يا عمي، انا جيت على سمعتكو الشريفة يا عمي. ايوه يعني عرفتها فين قبل كده يا اخويا؟ لا معرفهاش يا عمي. يعني عرفت منين ان انا عندي بنت عوش جواز؟ ولاد الحلال كتير يا عمي، ولاد الحلال دلوني عليكم. برضك مش فاهمني، ثواني دقيقة واحدة. اتفضل يا عمي اتكلم براحتك اتفضل. ايوه يا حاج محروس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتقول ايه؟ بالتاني كانت ماشية مع واد في المولد؟ شكله ايه الواد يا حاج محروس؟ دقنه طويلة؟ هو اللي طويل؟ فخم ولا رفيع؟ شوال ايه؟ سالك شوال حمص؟ كانوا ماشيين فين قلت لي يا حاج محروس؟ ايده في ايديها؟ ايه؟ اداها حمص من المسروق؟ يعني لو شفتها تعرفه يا حاج محروس؟ ايوه. طب تعال انا مستنيك اهو. سلام. هذه الفلكة هذه يا حسني. ابوس ايدك بلاش الفلكة يا عمي. ابني وداني البحبحة. أعزائي مشاهدي متابعي قناة البحبحانة في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، لكل طريقة ولي، ولكل ولي مولد، ولكل مولد صييت، وكل صييت له فرقة، وكل فرقة لها معجبين، وكل المعجبين ينتموا للتصوف. وعلماء التصوف لما قرروا يقولوا إن الاحتفال بالمولد النبوي جائز، مع العلم يا محترم إن أكتر ناس كانت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. يا اخي ده من حبهم فيه لما كان حد يبقى قاعد وسط عياله واهله ويجي على باله بس رسول الله يروح جري يقابل النبي صلى الله عليه وسلم شوقا اليه. وقالوا على الموالد دي بدعه ومحدش عملها ولا حد احتفل بيها. وعلماء التصوف لما قرروا يقولوا ان الاحتفال بالمولد النبوي جائز، قالوا يعملوا اكل ويفرقوا على الغلابة ويذكروا الله باذكار مشروعة. ومن هنا تبدأ الخطوات اللي بتبقى في كل مصيبة، خطوات الشيطان. الحب الله. الطريق كله ادب كله جمال يا ابني، وحافظ على الناس وحافظ على الناس، وفي قصور المحبة ابني خليك سليم، هتعيش سليم وتموت سليم يا ابني، وعمر الارض الملحة ما تنضح عسل يا ابني. وزي ربنا ما ذكر في القرآن خمس اشخاص بدأت الناس مع انهم صالحين بدأوا يعبدوهم، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. دول ناس عادية جدا كانت بتنصح الناس، ويعني يعتبرهم اهل الدعوة في نفس الزمان. والاقاويل على الخمسة دول كتير. في اللي بيقول ان هما كانوا خمس اشخاص من ابناء ادم عليه السلام، وفي قول اخر اللي هو القول الراجح ان هما قوم بين سيدنا ادم وسيدنا نوح عليهم السلام. اول شخص مات فيهم جه الشيطان قال لاخواتهم اعمل لكم ليه تمثال عشان لما تشوفوه تفتكروا ربنا. قالوا نعمل لنا تمثال شيطان بقى. ولما التاني كذلك لحد الخمسه كلهم ماتوا. تدريجيا بدات الناس تترك عباده الله. برضو عن الناس دي،
بعد ما ماتوا الناس دي وبدأ القبر بتاعهم يندفن في التراب، قالوا هنعمل لهم تماثيل عشان كل ما نعدي عليهم نبدأ نفتكر ربنا، ما تبركوش بيهم ولا تمحكوا فيهم، بس يشوفوا منظرهم بس يفتكروا علمائهم اللي كانوا بيدعوهم إلى الله. سنة ورا سنة، جيل ورا جيل، واحد يمسح التمثال، واحد ينام تحته، واحد يصلي جنب منهم وهو معدي، بدأت تتطور العلاقة بين العابد لله والعابد للتمثال، من عبادة لله لعبادة الأصنام. فربنا أرسل سيدنا نوح للقوم دول عشان ينصحهم، فيردوا عليه يقولوا له لا، اوعوا تسيبوا عبادة آلهتكم، حاشا وناشا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. خلاص بقى بحبحاني، خلاص بقى يا عم. انت هاخد بق واحد بس يا عم، هو واحد بس يا عم، خلاص اهو. يا عم عايزين نصور يا عم، هو التصوير هيطير. ايه ده بس كده؟ بقولك ايه، هجيب حد يا عم. خلص بقى، هكبها في وشك. ايه ايه، هشربها برضو. اهو بس كده يا عم. يا عم خلص بقى، خلاص اهو. هقول 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 البحبحاني ابني وداني البحبحاني. أعزائي المشاهدين متابعين قناة البحبحاني في كل مكان، وحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من العادة أبو السعادة في كل بيت حاليا لابد أنك تلاقي موبايل، تلفون يعني. لا ومش تلفون واحد بس، ممكن كل فرد من العيلة معاه موبايل. يعني بقى النت والإنترنت شيء زي التنفس كده، ما نقدرش نستغنى عنه. اللي زعلان مع مراته ينزل بوست عريض كده ويكتب كلمتين كده يخبط فيه الزعل مع مراته، واللي زعلانة مع جوزها كذلك تكتب كلمتين كده، يعني ايه اللي قلبه توجع ملوش مرتجع، حاجة زي كده يعني، بتلقح بالكلام. واللي زعلان من واحد صاحبه يقول لك صاحب كلب يحرسك وما تصاحبش صاحب يحبسك. خلاص بقى اتعودنا بقى النت والانترنت ترمي عليه كل مشاكلك وكل بلاويك. واللي عايز يمشي مع واحدة كده ويقرب منها شويتين يشوف على البوست بتاعها يوم حاطط لها قلب. محرم صبابة بقى. اللي عايزة تطبخ بطاطس تخش تبحث على النت ازاي اعمل البطاطس المحمرة بالبيض المنشش. انا بقول تخش في الموضوع عشان الناس هتسيبك وتمشي، بتقربت تزهق منك يعني. انا عارفهم الناس دي. لا يا عم انت، انا هقول اهو، هقول انا قلت اللي عليا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي عايز اقوله يا اخوانا ان اي حاجة ممكن تتشير على النت الا الجهل في الدين. كان في واحد اشترى موبايل ولقى فيه كاميرا وفتح نت وبتاع، فقرر ان هو يصور نفسه وهو بيصلي. المشكلة ان هو كان بيصلي غلط، يعني يركع وما يسجدش، يسجد وما يركعش، فدي تبقى خيبة ومصيبة. الاحتفال بالمولد اتكلمنا فيه كتير، المولد النبوي، مولد سيدك عباس، مولد سيدك بتنجان. انما صراحة انا عمري ما سمعت عن انك تعمل عيد ميلاد للولي. ايوه يا عم عيد ميلاد، ايه المشكلة؟ هشك بشك يا خليفة ولا مش عارف بقولوه ايه. تعالوا نشوف. Let's go.
هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ الا ما يرضى ربنا. انا لله وانا اليه راجعون. اشرب بقى القهوه بتاعتي اللي معرفتش اشربها صراحه. انا بشكر كل واحد دعمني بلايك او اشترك جديد في القناه على دماغي، والناس القديمه على كتافي وعلى دماغي، ناس ربنا يبارك فيكم. عملت لايك، عملت اشتراك، كتبت التعليق. انا بحبكم في الله. سلام عليكم. سأقطع كل من عادى رسولي، وأبتر كل حبل للوصال، وأقليه وأبغضه جهارا رجاء للمثال.